بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، ندرس إن شاء الله تعالى في هذا اليوم متن الأصول الثلاثة، لكن قبل الدراسة نريد أن نعرف أشياء، منها لماذا ندرس التوحيد. لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد، الله أعلم أن الإدارة نبهت على الجميع أنه استخدم الجوال يقول عليه شيء أو يسحب الجوال، ما أعرف إيه؟ أنا لا أعرف، أنا اللي أستخدم الجوال آخذ أي، وحتى الدفاتر والأقلام اتركوها، ابقى معي وبعد الدرس لما انتهي أصنع ما شئت في الجهاز الجوال أو أكتب، فأصبر معي بس يعني نصف ساعة وننتهي إن شاء الله. نعم، جزاك الله خير. إذن قبل الدراسة انتبه، عندنا أسئلة خمسة. قبل دراسة متن الأصول الثلاثة هناك أسئلة خمسة. السؤال الأول، لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد، لماذا ندرس التوحيد، لماذا لا ندرس مثلا نحو أو علم أصول الفقه أو الفقه مثلا، لماذا اخترنا دراسة التوحيد؟ من يعرف، من يعرف لماذا ندرس التوحيد؟ طيب أنا أجيب، ندرس التوحيد لأنه حق الله العبيد، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد، ولا يدخل الجنة إلا موحد، وسبب الاستقرار الآمن والهداية والطمأنينة وحلاوة الإيمان، والسبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات وتكفير السيئات. بل نحن بحاجة إلى التوحيد أكثر من حاجتنا لأي شيء آخر. ثم هذا الذي أقول لماذا ندرس التوحيد، نسأل هل أنت موحد؟ يقول نعم. هل يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل بغير التوحيد؟ يقول لا. هل يدخل الجنة إلا موحد؟ يقول نعم، لا يدخل الجنة إلا موحد. نقول طيب، ما هذا التوحيد الذي فرض الله عليك؟ اشرحه لنا. فإذا شرح بما جاء في الكتاب والسنة هذا معناه أنه موحد، وإن لم يشرح شهد الزور. أعطينا القلم من الأخ هذا، أعطينا القلم، أي جزاك الله خير. بعد هذا أيضا نسأل هذا، نقول حرم الله سبحانه وتعالى عليك الشرك أعظم من تحريم كل محرم، وأعلمك الله سبحانه وتعالى أنه صاحب الشرك الأكبر إذا مات عليه نسأل الله السلامة العافية فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار. يقول نعم. نقول طيب، هل أنت مشرك؟ يقول لا، لست مشرك. نقول طيب، اشرح لنا الشرك هذا الذي حرم الله عليك. فإذا شرح بما نعرف معناه أنه غير مشرك، وإن لم يشرح نقول لعلك واقع في شيء من الشرك وأنت لا تدري عنه، ولا بد أن تأتي وتدرس معنا، صحيح؟ أي نعم. هذا هو السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني، لو قال لك لماذا ندرس هذا الكتاب، كتب كثيرة مؤلفة التوحيد، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، متن الأصول الثلاثة؟ نقول لأننا طلاب، والطالب لا يعرف أي الكتب يقدم ويؤخر، لابد أن يرجع لأهل الاختصاص، والعلماء رتبوا لنا العلوم، ليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلبنا العلم، لابد أن نسير على النهج والطريقة الذي خطوا لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. يعني مثلا هذا الأخ
يريد أن يكون طبيب، فماذا يصنع؟ يذهب ويشتري بعض الكتب بعض الأدوات ويستأجر مكان ويبدأ يعالج الناس، صحيح؟ غير صحيح. لا بد أن يرجع لأهل الاختصاص، وما هي متطلبات الدراسة واختبار قبول، وبعد هذا يدرس، وبعد هذا يتخصص، وبعد هذا يختبر إما أن يجاز أو لا. نعم، وبعد كل فترة يراقب وتجدد له الشهادة. هذا فيما يتعلق بالبدن، فما بالك ما يتعلق بالروح. إذن العلم الشرعي لابد أن نسير فيه على ما كان عليه علماء السلف. هذا هو السؤال الثاني، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، أي متن الأصول الثلاثة؟ السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ من يعرف؟ الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر، هذه هي الأصول الثلاثة. وقلنا لكم في الدرس الماضي أنا أريد أن ندرس في هذه الدورة ما هو معلوم من الدين بالضرورة. تسأل في القبر عن ماذا؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك عليه الصلاة والسلام؟ السؤال الرابع، بعض الناس هدانا الله إياه يقول لابد أن تعطيني جائزة على حضور الدورة، فما هي الجائزة؟ نقول الجائزة أن الإنسان إذا تعلم الأصول الثلاثة ثم عمل بها ثم دعا إليها ثم صبر أولا على العلم وثانيا على العمل وثالثا على الدعوة بإذن الله يجب عن أسئلة القبر، وهذه جائزة ونعم الجائزة. طيب، من يعيد لي هذه الأربع أسئلة ثم نأتي بالخامس؟ أي سؤال من الأسئلة؟ ها نعم، لماذا السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ حق الله العبيد، دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا به، استقرار الأمن، هداية، طمأنينة، حلاوة الإيمان، وغير هذا. السؤال الثاني، لا أعرف، أرفع أصبع. نعم، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ قلنا لأننا طلاب. طيب، السؤال الثالث، من يعرف؟ تعرف؟ ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أسئلة القبر، هذا السؤال الثاني. السؤال الرابع، نعم، الثمرة التي نجنيها، الإجابة عن أسئلة القبر. طيب، العلماء رحمهم الله يقولوا أنه عندما تقتني كتاب، تشتري كتاب أو يهدى لك كتاب، ماذا تصنع في الكتاب؟ أقل ما تقرأ في هذا الكتاب المقدمة والفهرس. أقل ما تقرأ في الكتاب تقرأ المقدمة والفهرس، لأن بقراءة المقدمة تعرف مصطلح المؤلف وسبب التأليف، وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب. فهذا المتن على ماذا يحتوي؟ لو قال لك قائل على ماذا يحتوي؟ يحتوي على خمسة أشياء أو على أقسام خمسة. القسم الأول المسائل الأربع، القسم الأول المسائل الأربع، المسائل الأربع في سورة العصر، علم وعمل ودعوة وصبر. القسم الثاني المسائل الثلاثة. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد. القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة، والخامس الخاتمة. من يعيد لي هذه الأقسام الخمسة؟ نعم، الأول، القسم الأول المسائل الأربع في سورة العصر، علم وعمل ودعوة وصبر. القسم الثاني المسائل الثلاثة. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد. الرابع شرح الأصول الثلاثة. الخامس ختم الله لنا ولك بالتوحيد. خاتم، من يعيد هذه الأقسام الخمسة؟ إخواننا بقية، يعني سبحان الله ما كلهم جدران. من يعرف؟ تعرف؟ لا تتكلم يا شيخ، تعرف أنت؟ لا خلفك، إذا لا تتكلم. نعم يا شيخ، الأول المسائل الأربع، القسم الثاني المسائل الثلاثة،
القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ الرابع شرح الأصول. الثلاثة الخامس الخاتم، من يعرف؟ نعم يعيد، نعم أتكلم عربي أنا، سبحان الله. تعرف تعيد؟ يلا بسم الله. أي نعم، المسائل الأربع والمسائل الثلاث، ولماذا ندرس التوحيد؟ شرح الأصول الثلاثة، الشاطر يرفع أصبعه ويتكلم مو هكذا يا إخواننا. فلما حضروه قالوا أنصتوا، من؟ جن. موسى عليه الصلاة والسلام قال للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لماذا يقول له هذا الكلام؟ هو يريد يمشي معه، فلا بد أن يقدم شيء، يقول أنا أعرف آداب طالب العلم، صابر أصبر عليك. قلنا اصبر إلى غدا، إلى بعد غدا الظهر إن شاء الله تعالى فقط، ولا أعصي لك أمرا. ما حد يتكلم. الخامس الخاتمة، من يعيد؟ ما شاء الله. أول شيء معك أنا، المسائل الأربع، المسائل الثلاثة، لماذا ندرس التوحيد؟ شرح الأصول الثلاثة والخامس الخاتم، فتح الله عليك. الذي يجيب أنا أساعده، ما في إشكال. نعم، من يعد؟ بسم الله ما شاء الله. المسائل الأربع، مسائل الأربع، مسائل الثلاثة، مسائل الثلاثة، لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ شرح الأصول الثلاثة والخاتم. طيب الدرس الأول في ماذا؟ من يعرف؟ حول ولا قوة. نعم، في المسائل الأربع. ما هي المسائل الأربع؟ المسائل الأربع موجودة في سورة العصر، والدليل عليها سورة العصر: العلم والعمل والدعوة والصوم. هذا درس اليوم، مفهوم؟ انتهى الدرس. وش الإشكال إخوانا؟ العلم سهل ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من يعيد لي علي المسائل الأربع؟ أنت ما رحت مدارس ولا إيش معنى؟ كل شيء غرامات؟ ما يصلح غرامات. إيه تركت المدرسة يمكن فصلوك منها. نعم، العلم والعمل والدعوة والصبر. من يعيد؟ بسم الله. العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. علم أولا، فلابد أن يتعلم أولا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذا تعلم ماذا يصنع؟ يعمل. إذن لابد أن نتعلم أولا، بل أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. جبريل عليه السلام تميز عن باقي الملائكة بما؟ بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة؟ لا، درجات. صحيح؟ إذن لابد أولا نتعلم، ثم بعد هذا نعمل بهذا العلم الذي تعلمنا. الذي يتعلم ولا يعمل، الذي يتعلم ولا يعمل، هذا جاء العقاب عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، نسأل الله السلامة والعافية. عالم تعلم العلم ولم يعمل به، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. إذن لابد أن تتعلم أولا، تعلمت تعمل. جاءنا إنسان وقال: أنا أخاف أن أتعلم وما أعمل، فلا أتعلم أصلا.
وأترك الدين بالكلية، لا أتعلم هذا الدين حتى ما يكون عليه عذاب، ما رأيكم؟ قال أنا ما أحضر الدورة، أخاف أحضر الدورة يلزمني عمل وأنا قد لا أستطيع أعمل، فأترك العلم بالكلية، ما أتعلم الدين الإسلامي أبدا، خلي اليهود والنصارى يتعلمون. أي هذا الواقع اليوم. نعم، من يقول؟ ماذا نقول لهذا؟ هذا هو الإعراض عن دين الله بالكلية، ناقض من ناقض الإسلام، هذا ليس مسلم أصلا، ما يعرف شيء عن الإسلام إلا أنه ميم سين لام ميم مسلم، ما يعرف حتى معنى مسلم، لا أدري، لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف شيء، مفهوم؟ إذا لابد أن نتعلم ثم نعمل. إذا تعلمنا وعملنا ماذا نصنع؟ ندعو. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا لا تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يمنعك؟ الشيطان. فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. لو دعونا إلى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هل يبقى كافر؟ لا يمكن أن يعرض الإسلام، والله ما يمكن أن يعرض الإسلام على عاقل ويرد، يمكن؟ والله ما يمكن، إلا متكبر معاند، هذا أمر آخر، لكن عاقل يعرض على الإسلام ويرده؟ والله ما يمكن. إذا لابد أن ندعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا لا أعرف أتكلم ولا أعرف كذا، ما في إشكال، اشتري مطويات وزع على جيرانك، على كذا على كذا، صح؟ دعوة أو لا؟ هي دعوة. حسن الخلق دعوة، الأمانة دعوة، وغيره. الرابع الصبر. لماذا يقول صبر؟ ماذا أراد بالصبر هنا؟ أراد بالصبر أن تصبر أولا على العلم، وثانيا على العمل، وثالثا على الدعوة، فإذا صنعت هذا في الدنيا تجيب عن أسئلة القبر ولله الحمد. العلماء رحمهم الله يقسمون الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله. العلماء رحمهم الله يقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. صبرا على طاعة الله، بعض الناس في هذه الأيام يقول أنا والله ما أستطيع أن أصلي لا الفجر ولا العشاء، حتى صيام رمضان صعب يشق علي، ما أستطيع أن أصوم رمضان، أريد أؤجل إن شاء الله رمضان إلى شهر ذو الحجة، يكون يعني قد جاء الشتاء والليل يكون طويل والنهار قصير. ها، ماذا تفتي؟ ما أحد يفتي إلا العلماء. أفتى العلماء فقالوا هذا لابد يصبر. يصبر على ماذا؟ على طاعة الله. نعم، ولا يصح لك أن تقول هذا الكلام وأنت تؤجر الآن بهذا، بهذه المشقة الآن التي تلاقيها من المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العشاء. الله سبحانه أراد أن يكتب لك أجر، ما تريد الأجر؟ يصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تدعو الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. صبر على طاعة الله. الثاني صبر عن معصية الله، يصبر عن المعاصي. والثالث صبر على أقدار الله، ما يقدر الله عليه من مرض أو فقر أو غير هذا. الدليل على هذه المسائل الأربع سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، ولله أن يقسم سبحانه وتعالى بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. كل إنسان فهو خاسر، واستثنى من الخاسرين الذين آمنوا علم وعملوا الصالحات عمل، وتواصوا بالحق دعوة، وتواصوا بالصبر صبر. أكثر الناس، كل الناس سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين، أي إنسان على وجه الأرض مسلم أو كافر، تسأل تريد الربح أو الخسارة، ماذا يقول؟ الربح. حتى الكافر. إذن
هذه الحجة، هذه الآية تكفي، السورة تكفي في قيام الحجة على الخلق أن يتعلموا ويعملوا ويدعوا ويصبر. ثم أن البخاري رحمه الله تعالى بوب على ما ذكر الإمام في خطبة الجمعة: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. انتهى الدرس. من يعيد لي ما أخذ؟ أي شيء أخذنا ما شاء الله، والبقية جدران. سبحان الله أخوانا، أنا أتكلم عربي ولا لا شيء. بسم الله. أول شيء العلم، المسائل الأربع، العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. فتح الله عليك. لا خلاص، جزاك الله خير، تغلق الدرس كامل. نعم أخي. الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله. فتح الله عليك. غيره ماذا أخذنا؟ نعم الشيخ. نعم أخذنا لماذا ندرس التوحيد، وقلنا أن هذا أهم شيء. نعم ندرس التوحيد، حق الله العبيد وغيره. نعم أخي. أنا نعم، لابد إذا تعلم أن يعمل، وإذا لم يعمل العقوبة تسعر به النار، نسأل الله السلامة والعافية. غيره. لماذا ندرس هذا المتن، متن الأصول الثلاثة؟ نصيحة العلماء، ونحن الطلاب لابد أن نسير على النهج الذي خط لنا علماء. المسائل الأربعة الدليل عليها وهي موجودة في سورة العصر. نعم. الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر. جزاؤنا ما بعد العمل. نعم. جزاؤنا ما بعد العمل. وهو الإجابة عن أسئلة القبر، هذه الثمرة. نعم. سورة العصر هي حجة على الخلق. حجة وفيها قيام الحجة على الخلق. غيره. الأقسام الخمسة، أقسام الكتاب، الدرس الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. من قال لكم عندنا دروس؟ نعم. من يذكرها الأقسام الخمسة؟ المسائل الأربع والمسائل الثلاثة، لماذا ندرس التوحيد، شرح الأصول الثلاثة. الحمد لله. طيب وش نسمع؟ طيب لو أعطيناهم معلومات كلها يتعب أخوان. طيب نرتاح يعني مدة ربع ساعة أو نصف ساعة، ما أعرف، على حسب القرن. احنا قلنا الساعة 6:30 راح يبدأ. يبدأ إيش؟ احنا قلنا الاستراحة. الاستراحة ما يضر، نقدم شوية نأخر شوية بعدين. إذا عدم جهاز الأغراض. إيش الأغراض؟ بعد الحصة الثانية. بعد الحصة الثانية؟ إيه. خلاص. طيب أعطونا فقط ربع ساعة. الراحة هذه لا راحة دون الجنة. الراحة لا راحة دون الجنة. صحيح؟ الدنيا جدار راحة؟ لا، راحة في الجنة. فهذه الراحة الفترة تكتبوا فيها الأشكال وتراجعوا فيما بينكم. نريد تتغير مجالسنا أخواننا، ما يمكن أن تكون المساجد مكان للغيبة والنميمة والبيع والشراء والتصوير وغيره. ما يمكن، هذا ما هي مساجد. وأن المساجد لمن؟ الآن الواقع غير هذا عند بعض الناس، صح؟ المكان اللي تضع فيه أكرمك الله الحذاء ضع معه الدنيا. مساجد بنيت لذكر الله، إنما يعمر مساجد الله. خراب المساجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يعني نقف إلى 6:30 أمر لله. طيب لا خليها شوية، إذن خلنا نأخذ لو ربع ساعة معه. نكمل ولا نوقف؟ كمل. تعيد؟ نعيد. طيب الدرس الثاني
أو لو أردنا أننا نقدم نأخذ مثلا، إحنا قلنا القسم الثاني المسائل الأربع، والقسم الثالث حسبي الله ونعم الوكيل. الآن لسه ما قمت أنا. القسم الأول مسائل أربع، القسم الثاني المسائل الثلاث، القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد. الآن نتكلم لماذا ندرس التوحيد، وبعد الاستراحة نرجع للأصل الثاني للقسم الثاني المسائل الثلاث. أعطينا قناة في مسجد كنا فيه أول، قال هذا لماذا يأخذ الأقلام وأخذنا الجوالات، قال لماذا فيها برا. نعم جزاك الله خير. مو صحيح، والله مو صحيح. أنا أقول لك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعث على كم سنة؟ 40. شوف أنت تطلب من من؟ الرزاق؟ لا تبالي. أي صح، في من أناس يأخذون رسالات الدكتوراه وكذا على 50، بل بعضهم أكثر ولا إشكال. طيب أنا غلطان، تبت إلى الله. تريد تكتب أنت أكتب، أما البقية لا ما في إشكال. خلقك الله في هذه الدنيا لتأكل وتشرب وتلعب وتنام وتلهو، صح؟ طيب جاء عندنا رجل أمام المسجد وأخرج الجوال من جيبه، أخاف أنه يدق وبعدين يدفعني غرامة. أخرج الجوال من جيبه وأخذ يحفر به الأرض. إنسان على باب المسجد أخرج الجوال من جيبه وأخذ يحفر به الأرض، ماذا نقول عنه؟ مجنون، صح. رجل أراد الدخول هنا إلى المسجد مع كرة وصافرة ولابس لباس الكرة، ماذا نقول عنه؟ مجنون، لأنه لا يعرف أنه هذا مسجد، ما هو مكان لعب الكرة. طيب أنت خلقت في هذه الدنيا حتى تأكل وتشرب وتلعب وتنام؟ لا، خلقت حتى تكون عابد في هذه الدنيا، فإذا اشتغلت في هذه الدنيا بعبادة الله سعدت، وإذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير هذا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن الباطل كان زهوقا. بفضل الله ما تسمع يوم من الأيام أن أحد انتحر في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في أي مسجد، ما تسمع أبد، نادر والنادر لا حكم له، لكن تسمع آلاف ملايين ينتحروا أين؟ في المراقص والملاهي والأماكن التي هم يقولوا عنها أنها أماكن للراحة النفسية، صح؟ لماذا؟ لأنهم سخروا البدن في غير ما خلق له. الآن مثلا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، الله يبلغنا وإياكم رمضان. رمضان النهار صائم والليل قائم، أكل قليل، عمل كثير، تقرأ القرآن، تصنع أشياء في رمضان ما تصنع في بقية الأشهر، وتتمنى لو تكون كل السنة رمضان، صح؟ لماذا؟ لأنك تسخر البدن فيما خلق له، ترتاح والله. كذلك الحج بلغنا الله إياكم، الحج منى وعرفة ومزدلفة ورمي وحلق وكذا، تجد أن الأمور تمشي ما شاء الله، تعب يأتي بعد الحج. لماذا؟ لأنك تسخر البدن فيما خلق له. نعم، قال ألحنا بها أي بالصلاة، وجعلت قرة عيني قال في الصلاة.
إذا رأيت أي إنسان يشتغل في هذه الدنيا بغير العبادة فهو نعم مجنون، مثل الذي يحفر ويدخل المسجد بالكرة. وما الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أغلب الخلق يعرفون هذه الآية، لكن الإشكال عندنا في العمل في التطبيق. ومعنى يعبدون يوحدون. أعظم ما أمر الله به بر الوالدين، صح وخطأ، الذي يعرف يرفع إصبعه. أعظم سؤال، أعظم ما أمر الله به بر الوالدين، صح أو خطأ؟ نعم صح. نعم خطأ. نعم التوحيد أعظم ما أمر الله به التوحيد. نعم. وهذا لا يعني أن بر الوالدين غير واجب، واجب، لكن أوجب الواجبات وأول الواجبات التوحيد. طيب أعظم ما نهى الله عنه؟ الحمد لله عرفتم، الشرك. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ إفراد الله بالعبادة، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. مرة أخرى، التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا التوحيد. هذا معناه أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة أو بأفعال العباد. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أو يعني الآن مؤقتا تقول توحيد أسماء الصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات. طيب من يعيد لهذه التعريف الأربع، تعريف التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة؟ التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العباد. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. تراجع لنا، يعطوكم المذكرة، لكن من يأخذ المذكرة أخذ بحقها، يحفظ ويراجع ويختبر، وإلا فليس له حق في أخذ المذكرة. الحمد لله هي ما تسوى شيء. صحيح بعضهم يقول إيش هذا، أنا أعطيكم يعني هذا 2 كورون ولا ما أدري كذا، ما أدري إيش هذا، أنا ما أعرف العملة هذه. يا أخي العلم ما يمكن أن يكون له ثمن. إيه نعم، لأنه جنة هذا. وأنت الآن، نحن ما نريد أن ما نوزع الكتب أو كذا، لكن نريد أن نحث الكل على الحفظ والحفظ والضبط وكذا. ثم الذي يعني يتابعك ويقول احفظ واحضر ولا تتغيب، والله محب لك، صح. أما اللي يقول لك لا تدخل المسجد واصنع واصنع واصنع، هذا والله ما يحبك، صحيح. احنا ما جئنا الا والله لمحبتكم، واتينا والله نسال الله لنا ولكم الاخلاص من اجل ان نتعاون في هذه الايام ان نتعلم ما هو معلوم من الدين بالضروره. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.